بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. جبنا خيارتنا اليوم سكنة وصرناها قبل بالصور العادية. بغينا ندير لها فيديو باش تبان لخوتنا خاصة اللي خارج الوطن اللي طلبوا فيديو في السكنة هذه بمدينة خنسلة حي السعادة. كانت فيها دوش قبل. الموقع بالضبط موقع استراتيجي جدا. تقدر تشوف معنا مشروع تاع مجلس قضاء ولاية خنسلة، مشروع قيد الإنجاز، نسبة الإنجاز تقريبا 90% على وشك الإنتهاء والتسليم، يعني موقع استراتيجي نتاع السكن. يعني طريق كبيرة هذي تهبط عند طريق بابار، تهبط عند النافورة وسط البلاد، ومنها تطلع طول عند طريق الوزن الثقيل. سكنة ربي يبارك معروفة. حي السعادة مساحتها 228 متر مربع، واجهة واحدة، طابق أرضي طابقين علويين، عقد ملكية، دفتر عقاري، شهادة المتبقى. موقع السكن يصلح للسكن أو أي نشاط تجاري تعليمي مكتبي، خاصة خوتنا المحامين والمحضرين القضائيين. طابق الأرضي مفتوح على بعضها جوج محلات كبار ربي يبارك. الطبق الأول فيه زوج غرف كبار استقبال، وفيه مطبخ، حوش، مرحاض، دوش. الطبق الثاني أربع غرف تهيئة، يعني تهيئة عادية. فوتوا العائلة على بالكم نعاودو نصورو. التهيئة نتاعو تهيئة عادية. اللي يحب يحل المكاتب نتاع محاماة أو محضرين قضائيين، ومرحبا بخوتي. اللي فيه مزيد من استعلامات واستفسارات، اتصال بالصفحة أو أرقام الهاتف معروفة 0663 15 0978 أو 0793 28 89 09. موقع استراتيجي ربي يبارك، وفيها بير ارتوازي يحب يحل حاجة نتاع الماء. ربي يبارك فيكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.